منذر سعدون كفيف عراقي متميز بعمله الذي لم يستطع كثير من المبصرين تحقيقه، فرغم حالته الصحية إلا أنه يعمل في إصلاح الأجهزة الكهربائية والميكانيكية. سعدون فقد بصره عندما كان في العشرين من عمره بعد إصابته بمرض التهاب السحايا، ولم يشخص الأطباء في وقتها المرض إلى أن فقد بصره. سعدون الذي شارف الستين من عمره الآن قرر منذ فقد بصره ألا يستسلم لليأس وألا يجلس ساكناً بلا عمل. وبالفعل فقد مارس عدة مهن منها صناعة سلال وكراس من الخيزران، ولما تراجعت هذه الصناعة عمل فنياً متخصصاً في إصلاح الأجهزة الكهربائية، ففتح ورشة صغيرة في بيته بالعاصمة العراقية بغداد لتصليح غسالات الملابس وأنواع متعددة من ماكينات الخياطة لتصبح حاسة اللمس أفضل وسيلة يتابع بها حياته، فأصبح وكأنه يبصر بيديه ليستمر بهذه المهنة التي توفر له حياة كريمة، وهو يصنع من خلالها الأمل للمبصرين من حوله ويشحذ هممهم في مواصلة العمل. وبفضل تغلبه على المصاعب والعقبات وعدم استسلامه لليأس، أصبح بمقدور منذر سعدون أن يكسب رزقه من عمل يده ليتزوج بعد ذلك وتصبح له أسرة تشاركه همومه ونجاحاته.